كان حضرتك هتلاقيني كل فتره اي اوتيل هنا غلط هيتقفل، لسه في اوتيل مقفول من 3 4 ايام. ايوه، ولاني شفت صور وافلام ما عجبتنيش، اي زحمه اي عدم التزام. ودلوقتي مش حاجه تستخبى، يعني حتى لو هم تفادوا اللجان اللي تنزل تفتش عليهم والثلاث شركات اجنبيه اللي احنا جبنا تفتش عليهم وكل ده، وحصلت حاجه ما فيش حاجه تستخبى دلوقتي، هتلاقيها على السوشيال ميديا وهتلاقيها منتشره. فيعني طبعاً. انا تاني كلام ده واضح، اللي النهارده بيعمل حاجه هو مش بيأذي نفسه، ده بيأذي السياحه المصريه، لان الصور دي في ناس قاعده مستنياها عشان توريها بره مصر. اوعوا تروحوا مصر، بصوا اللي بيحصل، الضوابط، بصوا بيعملوا ايه ويقول لك ضوابط. ففي ناس قاعده مستنيانا غلطه. فانا النهارده من الاخر كده مش هسمح باي موارد باب في الضوابط، اي معلومه هتوصلني عدم التزام بنسبه 100% من الضوابط مش هيبقى عندي مفهوم. عقوبه اقل من قفل المنشاه والغاء تراخيص مدير المنشاه. طيب عايز اسال حضرتك، لانه دايما كحكومه وكوزاره، وزاره السياحه والاثار والصحه والطيران المدني، كلكم عندكم سيناريوهات، كلكم محددين سيناريوهات لو لا قدر الله حصل حاجه. هل تم تخصيص اماكن معينه بالنسبه لاي اصابه محتمله، بالنسبه لاي حاجه ممكن تحصل للناس اللي هتبدا تيجي، ان هم يتوجهوا لها او يتلقوا الرعايه من خلالها؟ بص حضرتك، في عده خطوات. اول حاجه، السايح ده عشان يجي يركب الطياره في بلده اصلا هم نفسهم مش هيدخلوا الطياره الا لما يكونوا مطمئنين على صحته. اتنين، انا هطلب تامين صحي ساري المفعول للسايح. ثلاثة، هيتعمل بي سي ار للسياح اللي جايين من دول اللي منظمه الصحه العالميه بتقول ان المرض يصل فيها الى مرحله الوباء وانه تفشي غير مسيطر عليه، ودي بتحدث بشكل منتظم. هيشرفنا السايح بعد ما يكون مضى الاقرار، هيسلمه ممثل وزاره الصحه، هيكون في جهاز بتاع قياس درجه الحراره موجود في المطارات، هيركب الاوتوبيس بتاعه بالنسبه اللي قلنا عليها، هيروح الاوتيل. لو لا قدر الله في الاوتيل تعب، هو ماضي في الاقرار انه يتعهد باخطار السلطات المصريه فور وصول او ظهور اي اعراض عليه. هيروح مبلغ الاوتيل، كل اوتيل فيه عياده وفيه دكتور مقيم، وده شرط الحصول على الترخيص. وده بقى مهم جدا، لانه قبل كده حضرتك عارف انه قبل كده كان بيزنس الطب وبيزنس الدكتور بالنسبه للسياح ده كان حاجه تانية خالص، لانه ما كانش بيبقى فيه دايما التزام بوجود طبيب موجود في الفندق. انا دلوقتي وزراء السياحه اللي بكلمه ما بيقوليش الاوتيل في بحر ولا في بيسين ولا في دكتور ولا لا، بيقول الاوتيل في دكتور ولا لا، وفي عياده ولا لا، واقرب مستشفى على بعد قد ايه، وطاقتها الاستيعابيه قد ايه، وكم وحده عنايه مركزه، وكم جهاز تنفس. ايوه، ده نوع الاسئله اللي بتسالها دلوقتي، ما بتقليش البحر والجو عندكم عامل ايه. وانت على مستوى الحاله الصحيه ومستوى الحاله العلاجيه في الثلاث محافظات المرحله الاولى، ده متوفر ومتميز الحمد لله. الحاله الصحيه الحمد لله هم الاقل في جمهوريه مصر العربيه، الارقام شبه منعدمه الحمد لله. وين حضرتك عايز جو ايه احلى من الغردقه او شرم الشيخ ومطروح في الصيف؟ شمس وبحر واماكن مكشوفه، وطبيعه الزياره نفسها ما فيهاش حاجه مغلقه خالص. أيوة، ما فيش اماكن مغلوقه خالص. حتى المطاعم على البحر، واللي جاي في الصيف ده مش عايز يقعد في مكان مقفول، يعني مش عايز يقعد في الاوضه وشغل التكييف. فبالتالي ده وقت مثالي، هو القرار بس الناس تقرر تسافر. لما قرروا يسافروا وهيفرضوا خريطه العالم قدامهم، هم دولتين ثلاثه اللي قدامهم في المنطقه اللي يعرفوا يصيفوا فيهم، مصر منهم وعلى راسهم، لان احنا اقل من الدول اللي هي بتنافسنا في المنطقه تماما، واسعارنا ارخص طبعا. أيوة، عارف بعد التعويم وكده، فاحنا اسعارنا تعتبر منافسه جدا. فان لو لا قدر الله حد تعب واخطر اداره الفندق، في حالتين، لو هو حالته بسيطه او انه مجرد حامل للفيروس، او بيتعزل في الفندق نفسه. أيوة، والفندق بيتحمل اقامته واقامه شركائه في الغرفه. مفهوم. وزاره الصحه بتكشف عليه هو واللي خلطوه في الغرفه، لو اللي خلطوه سلام بيعقموا الغرفه وبيقيموا في الفندق بيكملوا رحلتهم، عايزين يكملوا عشان يرافقوا المريض يفضلوا موجودين معاه، الفندق بيتحمل. وزاره الصحه هتتحمل مصاريف الفحص والكشف والعلاج والادويه، والمستشفى اذا كانت الحاله خطيره تستلزم النقل الى المستشفى. أيوه.